ابن باز عليه رحمة الله مات قبل 18 سنة من الليلة، ووقت ابن باز حي كان محمد ابن هادي عالما. يبقى الليلة نزار تديه تعليمات، يا أخي ما تتقي الله ما تخاف الله، يا أخي فضحتنا وشربت عيننا، يقول السوداني ما عنده أدب يا أخي، يا أخي والله هذه فضيحة. وأنا في أول المحاضرة نسيت أن أرسل رسالة اعتذار إلى الشيخ محمد بن هادي أولا لما أصابه من هذا السوداني، ورسالة أيضا إلى مشايخنا الأجلاء الفضلاء الذين ما تكلموا بعد في نزار، كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ الفوزان وغيرهم، والله أرسل إليهم رسالة صادقة أننا نعتذر ونتأسف كسودانيين وطلاب علم سودانيين أن نبعث إليكم سفيرا كهذا. هذا لا يمثل السودان، ليس له خلق السودانيين، يا أخي خلق الوفاء عند السودانيين، وهم من أشهر ما اشتهروا بالوفاء لمن قدم لك خيرا ونفعك ونصحك يوما من الأيام وعلمك وزكاك للناس ودافع عنك. يا أخي خليك عندك أقلها خلق الوفاء. الأعراب كان عندهم، ولكن للأسف الشديد الشيخ محمد بن هادي أحسن إليه، ولكن أحسن لمن لا يستحق الإحسان، ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. قالت العرب كان أناس يتبعون ضبعة، الضبعة بسموه أم عامر، يتبع الضبعة، فدخلت إلى بيت أعرابي، فالأعرابي أخرج سيفه وخرج إليهم، قال ماذا تريدون؟ قالوا صيدتنا. قال والله لن تصلوا إليها ما دام قائم سيفي في يدي. قال لهم سيفي في يدي ما بتصلوا لي. فرجعوا، فدخل عليها الأعرابي فأعطاها لبنا وماء، فصارت تلغ في هذا وتلغ في هذا، تشرب من اللبن ومن الموية، ورقد الأعرابي ينام، فلما نام الضبعة ما مأمونة يا أخوان. هؤلاء الصعافقة أشبه بالضباع. بعدما أحسنوا إليهم قامت الضبعة عليه فنهشت بطنه، بطن الأعرابي، وقتلته. فجاء ابن عمه فلحق الضبعة فقتلها، ثم قال ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. أدام لها، قدم لها الإدام الأكل، أدام لها حين استجارت بقربه، لها محض ألبان اللقاح الدزائري، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت، فرته بأنياب لها وأظافر، فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يصنع المعروف في غير شاكر. شيخ محمد بن هادي يعلمك ويدافع عنك ويزكيك ويحترمك، بل ويقول أنا لما زرت أول مرة قال لي أنا عندي تلميذي في السودان نزار هاشم، تلميذي في السودان، قلت لو تجينا وتزورنا يا شيخ عندنا في السودان، قال لي أنا لو تمكنت أجي أزوركم أزور وأنزل عند تلميذي نزار هاشم. تجي اليوم تسب بعشرين تهمة، لا تخاف الله، تفتري الكذب وتفتاب في وقاحة وسوء أدب وقلة حياء لمن أحسن إليك، هذا جزاء من بدأ يصنع المعروف في غير شاكر. هذا ما يستحق، هذا الصعفوق الذي لا أخلاق له ولا ديانة له صحيحة ولا معرفة له بمنهج السلف، هذا يستحق؟ والله بذل مشايخنا الفضلاء وعلماؤنا الكرام بذلوا مجهودا ليته لو قدم في من يستحق لنفع السودان ولنفع غير السودان، لكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله.